والمصيبة العظمى إنهم قتلوا بدم بارد من أجل حماية حاكم فاسد. والكارثة الأكبر، يقولون هناك طرف ثالث، فمن ليس له القدرة على حماية المتظاهرين هل له أن يستطيع حماية الوطن؟ أخوتي، إذا مرت هذه الحادثة دون وقفة، والله سيتمادون كثيرا وسيقتلون ويعتقلون بشكل لم يعهده العراق من قبل، لأنهم متعطشون للسلطة والمال. لذلك يجب المطالبة بمحاكمة النظام من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، وهو الدستور الذي يمنع العنف ضد المتظاهر السلمي. أخوتي الأعزاء، عندما انطلقت التظاهرات في 11 لم نخرج ولم نساندها، لأن الصورة كانت غير واضحة. لذلك إن أبناءكم سينزلون إلى الشارع يوم 25 من تشرين الأول، فعلينا الوقوف معهم بكل ما نستطيع بعد أن اتضحت الصورة إنها مطالب شرعية اعترف بها الجميع.